الحمد لله اليوم النهارده كان مقبول بحد كبير، بس هي الزحمه بتاعه الصبح، بس الزحمه بتاعه الصبح بس. بقيت اليوم كان مقبول وكان جو سهل جوه، ما كانش فيه زحمه جوه، الجو كان كويس، الناس كانوا مساعدنا، يعني يبقى فيه هدوء، الجو كان حلو، اللي هو ما كانش فيه توتر. وكان الامتحان كان كويس، بس من كل الامتحان كان كويس، كان كويس، بس ما جاش حاجه من اللي هم قالوا عليها. في كام نقطه كده بس، هو كويس عمد. والله الامتحان كان سهل وما كانش فيه حاجات صعبه كتير، والحاجات الامنيه اللي هم كانوا عاملينها كانت زي ما جابوها بالظبط، والحمد لله يعني الامتحان عدى على خير، وان شاء الله الامتحانات الجايه تبقى سهله زي الامتحان ده. يعني الامتحان كان حلو في مستوى طالب متوسط، فكان كويس، يعني جيل حاجه كويسه اللي كان قايلين عليه من الوزاره. السهل يعني هو مش عارف، وفي حاجات كانت سهله وحاجات كانت صعبه، يعني كان في حاجات سهله في النحو، كان في حاجات صعبه برضه، بس اللي هي مش صعبه اللي هي اوفر ولا عاديه، صعبه اللي هو عادي يعني ممكن تتحل، وفي حاجات برضه في القراءه يعني نص نص. شكرا جدا على اللايف بتاع مستر ابراهيم بدوي اللي كان نازل امبارح على الفيسبوك، افادنا جدا 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 يعني. لا تقريبا كل الاسئله كلها سهله لحد ما، ما فيهاش حد اللي هو ما فيش صعبه قوي، هو في حاجات صعبه عاديه وحاجات سهله. هو الامتحان كله مستوى حلو، مستوى حلو مش وحش، مستوى حلو. الامتحان كان الحمد لله كويس، والاسئله كلها جت مباشره زي ما الوزير قال، وكل حاجه الحمد لله سهله يعني. يعني اصعب حاجه واسهل حاجه ايه؟ يعني كله سهل، كله عادي، مفيش حاجه صعبه ولا حاجه سهله، كله عادي، بس لو الطالب اللي مذاكر هو اللي عارف يحل. اسهل سؤال واصعب سؤال ايه؟ كان في اسئله كتير سهله، وفي اسئله يا دوبك فيها تكات كانت في القصه، وفي النحو اكيد لازم يبقى فيه تكات او كده، بس اللي بيبقى مذاكر كويس بيعرف يحلها. كان يعني هو كان في سؤال بس تشكاه في القصة، لكن الباقي كله كان تمام، كان سهل بس تمام. ايه اخبار التعقيمات الاحترازية؟ التعقيمات كلها كويسة يعني، كويسة الحمد لله، زي ما الوزير يعني ورانا في الفيديو اللي كان نزله، هو زيها كده يعني الحمد لله كويسة بس.